أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن متحدث عسكري أمريكي يوم الأربعاء أن مستشارين عسكريين أمريكيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في شمال سوريا. وقال الكولونيل راين ديلون إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة مشورة ومواكبة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون للمتشددين، ولفت إلى أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصاً الضربات الجوية. أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام السورية جنيف السابعة أن وفده تقدم بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة، لكن وفد نظام الأسد يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي. أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى العراقية بأن تنظيم داعش أعلن قضاء تلعفر ولاية مستقلة عما يسميها دولة الخلافة، مؤكدا أن التنظيم هدد بمعاقبة صارمة لمن يخالف الأوامر. وأشار المصدر إلى أن التنظيم الإرهابي في تلعفر باشر بإلغاء شامل لكل ما يحمل تسمية ولاية نينوى. أسفرت المواجهات بين القوات الشرعية في اليمن والإنقلابيين في قرية الكتحة في مدينة تعز عن قتل القيادي الحوثي طارق كوكب المكنى بأبي حذيفة وعدد من مرافقيه. وأعلنت القوات الشرعية سيطرتها على منطقة تطل على خط إمداد الإنقلابيين في الكتحة. رجحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن الزلزال الذي ضرب بحر اليابان قبالة سواحل كوريا الشمالية لم يكن نتيجة تجربة نووية. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن التقارير الأولية تشير إلى أن الزلزال الذي وقع بقوة 6 درجات لم يكن نتيجة عمل بشري، مشيرا إلى أن ما يدعم ذلك عمق وموقع الزلزال. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده تصر على رفض المهاجرين القادمين إليها لأسباب اقتصادية، مقرا بأن بلاده لم تقم بدور فيما يتعلق باستقبال المهاجرين خلال التدفق الذي شهدته أوروبا على مدار السنوات الماضية. وأضاف ماكرون أن هناك فارقا عميقا لابد من وضعه في الاعتبار بين المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين الفارين من الحرب أو الاضطهاد في أوطانهم. إلى اللقاء.